اليوم تعرض لواحد تخصيخه ما لها مثيل من طرف طبعا السكك الحديديه المعروفه بلو ان سيف. سبق لي ونجزت واحد الفيديو على تصرفات سلوكات بعض مسافري السكك الحديديه وانتقدتهم بواحد الشكل شويش فيه نوع من الحده، علني أساهم في لفت انتباه المسافرين باش يستعملوا هذه الوسيلة يعني بواحد طريقة اللي هي حضارية، يعني إذا كانت بلاصة حداه ما يحطش فيها فاليز، يحط لا فاليز في يعني في المكان المخصص لها ويخلي مكان مخصص للمواطن اللي ربما كيبقى واقف في الكولوار ولا، وهذا سلوك كنظن سلوك حضاري. لكن هذه المرة صراحة لم ألقى من المسافرين إلا الابتسامة والكلمة الطيبة، لكن في القطار اللي خديت القطار من مكناس اكزاكتومون 10:35 ماتا، على أساس أن يعني القطار غادي يوصل في الوقت ديالو كما هو معتاد أو كما هو على الأقل في لو سيت ديال لوين سيف، والرحلة كانت في اتجاه مدينة طنجة. باش يوصل القطار متأخر كان يمكن نعتبره أو لفنا بها يعني عادية، لأنني أنا شخصيا من مستعملي القطار من اللي كانت القطارات اللي كيعقل عليها القطارات اللي كنا كنسميوها كوبوي، ولكن قلت على الأقل أنه بعد مرور أكثر من 40 سنة أكيد أن القطار غادي يكون تطور، ماشي في التجهيزات، بقى تجيب قطار مريح مكيف الهواء أو مكيف الهواء، بقات في معاملة الزبناء. وغادي نقول لكم الحقيقة، أنا كباقي المسافرين بصراحة تعرضنا للإهانة، فاش كيعني قطار ما احترمش الوقت، غادي تقدر تكون هناك مبررات، ولكن على الاقل التجهيزات اللي موفره في هذه القطارات انه كاين لي هوبارلور، كاين الباق، اذا على الاقل ياخذوا الميكروفون يقولوا للناس راه توقفات، راه ربما كاين مبررات، ويعني هدروا مع المواطن. حسيت بانه لا انا ولا المسافرين طبعا من خلال الدردشه اعتبرنا نفسنا بحال شي بضاعه، يعني هزينها من واحد المكان وغيديوها، والبضاعه عباد الله وراها الا كان الحليب كيفسد راه كنديروه في واحد الغرفه مكيفه على اساس انه يوصل في حاله جيده. حنا توقفات عديده ومتعدده، وانتم كتشوفوها في الفيديو، وكيقول للمواطنين يعني المسافرين كيقول لهم ما تخرجوا شيء، كيفاش ما نخرج؟ حراره مفرطه، الهواء على برا برد من الهواء داخل يعني العربات، وهذه العربات كانت في الحق المسافرين اللي تكرسوا بزاف ما دراش صبر، فاللي عنده شي قرعه الماء شربها، اللي عنده شي طريف الخبز كلا، اللي كاين عباد الله اللي واقفين في الكولوار كنا مكدسين بصراحه بحال الدجاج، الهواء سخون بحال الفران. علاش كيتعاملوا مع المواطنين بهذا الشكل؟ علاش هذا الحقر؟ علاش المغاربه راه ما بقاوش كيقبلوا يتحقروا؟ راه عباد الله واش هذه ما بقيتوش كتفهموها؟ توقف القطار كما قلت غادي تكون عنده اسباب خارجه عن الاراده، مزيان يا سيدي قولها لي، انا اشرح لي فسر لي، راه حنا بقينا كنفهم، راه ولينا كنعرفوا، ما بقاش المواطن المغربي مغفل بحال اللي كان. انا مخلص فلوسي، انا ماشي طالع مشبط ولا بضاعة ولا، عاملونا المعاملة اللائقة بالمواطن، ما بقيناش كنقبلوا الحقرة، ما بقيناش راضيين على هاد السلوكات من هاد النوع، وفي اي قطاع الله يهديكم، خليونا نبغيو هاد البلاد هادي، ما تكرهوناش، تركب في التران تخرج ساخط، تدخل المستشفى تخرج ساخط، تدخل الإدارة تخرج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إله إلا الله، تحياتي.